الأمامي لأول مرة في الجزائر. منظمة فيكتوري فايترز تبنت تنظيم أول طبعة لرياضة الأمامي في الجزائر، وهي مزيج بين الكثير من الفنون القتالية المختلفة والمعروفة في العالم باليو اف سي. الإيفنت هذا هاكو شتو ستي ان شو، حنا لو بي تاعنا الناس تعرف باللي سبور كومبا سي با سبور فيولو، سي ان سبور اومولوجي، سبور تاعنا نضيف. دوك تشوفوا دي كومبا هايلين، ماذا بينا الاولاد تاعنا، الاولاد كاع تاع لي زاجي بارتيسيبيو، والاولاد تاعنا لا مي بارتيسيبيو على ايترونجي ولي بارتيسيبيو لهنا. راكو شتو طرو دو فامي شوز لي جامي صرات. مرحبا بكم ومرحبا كاع بلي سيبورتونا من لهنايا. نطلبوا برك من لي ميديا تعاونونا بلوطار، لازم نسحقوكم تمشوا معنا، سي طري امبورطون. فيكتوري فايترز منظمه رياضيه مختصه في الرياضات القتاليه، جات فيكتوري فايترز باش تغطي الفراغ الرهيب اللي كاين في الجزائر في هذه الاختصاصات. نعرفوا بلي كل الشباب الجزائري مولوع بهذه الرياضات ويحب هذا لو سبور. ناقصين حنا بزاف لي زيفالمون في الجزائر، جات فيكتوري فايترز باش تفتح صفحه جديده ان شاء الله في هذا الرياضات، ويكون البرومي ايفالمون انترناسيونال اللي عنده لو ميم نيفو كو لا ميم ان شاء الله واليو اف سي كيما نشوفوها ليترونجي. لازم تعرفوا باللي هاد فيكتوري فايترز راهو يجمع جميع الرياضات، منها رياضات الكاراتيه، الجودو، لا لوت. دونك هو ديجا دو باز ام ام اي، معناتها ميكس مارسيال ارت. حنايا درنا هاد لا كومبيتيسيون هادي ولا هاد ليفينمون باش نقدروا نشجعوا الرياضي الجزائري باش يكون باش يقدر ينخرط في هاد الرياضه هادي. ولازم تعرفوا بلي هاد الرياضه راح سمحوا لي هاد المناسبات هادو ما راح يتعاودوا دو مانيير مونسيوال. هذا النوع من التجمعات ينظم لأول مرة في الجزائر، فبعد انتظار طويل من الرياضيين الذين نادوا بها لسنوات، يأتي الفرج سنة 2024 من قبل منظمة فيكتوري فايترز، والتي جسدت ذلك على أرض الواقع رغم الصعوبات الكبيرة، إلا أنها استجابت لرغبة الرياضيين والجمهور. نشكر الرئيس الاتحادية اللي دارنا لفيكتوري فايترز سيد أحمد خنتاشي، وان شاء الله هذه لا بريمير فوا ان شاء الله اللي راح تندار في الجزائر. هذه لا ما لا بريمير فوا، لا بريمير فوا اللي راح تندار في الجزائر، وان شاء الله تقعد هاد الفيكتوري فايترز هذه ان شاء الله تقعد متداوله في الجزائر ان شاء الله. جيت لهنا للجزائر باش نشارك في منظمه فيكتوري، هذه باش تكون لي اول تجربه في الامامي، وبقدرة ربي باش نعملوا اللي علينا. تعبنا برشا في التحضيرات، وبقدرة ربي باش نجيبوها إن شاء الله. أنا أول مرة أحضر في الجزائر، تم دعوتي من السيد أحمد رئيس منظمة فيكتورو فايتر وصديقي الماتش ميكر ريان. وأنا حضرت بقالي حوالي 3 أيام هنا، ودي شيء يسعدني ويشرفني أن أكون منظم في المنظمة لأول حدث ليها. بحضور مقاتلين من مختلف الدول وتحت إشراف وزارة الشباب والرياضة وكذا الاتحاديات الوطنية لمختلف الفنون القتالية، تم الإعلان عن النسخة الأولى والتي يتمنى منظموها إقبالا كبيرا عليها، وكذا التسهيل لهم للمواصلة في العمل على إعادتها مستقبلا.